من جديد مرحبا بكم ومرحبا بضيفي الكريمين داخل الاستوديو، الاستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفه التيار. عثمان مرحبا بك. والاستاذ عز الدين احمد ابو جمال امين الامانه العربيه بالمؤتمر الوطني. مرحبا بك استاذ عز الدين. قضيتنا كما قلت سابقا هي اليوم اختتمت لجنه التشاور السياسي السوداني المصري برئاسه وزيري الخارجيه في البلدين، اختتمت اليوم جوله ثالثه من المباحثات. فهل من جديد؟ وما هي القضايا العالقة في مسار العلاقات السودانية المصرية؟ ده موضوعنا في هذه الحلقة للنقاش، ولكن بعد هذا التقرير الذي يطل على القضية موضوع الحوار ويضع بين يدي السادة المشاهدين العديد من المعلومات المهمة. الاجتماع الثالث على التوالي. تأتي مخرجات مباحثات لجنة التشاور السياسية بين السودان ومصر أدنى من التوقعات وأقل من المأمول، ذلك أنها لم تجب بحسب المراقبين على الأسئلة الرئيسية ولم تفلح في وضع المشرة على الجرح كما يجب. فمنذ الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة برئاسة وزيري خارجية السودان ومصر بالخرطوم في أبريل 2017، مرورا بالاجتماع الثاني في القاهرة في يونيو 2017 وانتهاء باجتماع اليوم، لم يتمكن الجانبان من الوصول إلى التفاهمات المطلوبة في القضايا الرئيسية، وخاصة أزمة ممتلكات المعدنين السودانيين التي تم حجزها بواسطة السلطات المصرية بمزاعم تسلل أصحابها إلى الداخل المصري دون إذن السلطات. ويبدو أن التأكيدات التي قطع بها وزير الخارجية المصري سامح شكري في جولة المباحثات الأولى حول تسليم تلك المعدات إلى المعبر الحدودي لإعادتها لملاكها لا تزال تراوح مكانها. وفقا لبعض المراقبين، ذلك أن شكري فشل خلال حديثه للصحفيين عقب جلسة المباحثات الثالثة التي عقدت بالخرطوم اليوم في الإدلاء بما يؤكد تسليم تلك المعدات لإدارة المعبر توطئة لتوصيلها لأصحابها، واكتفى بالإشارة لوجود إجراءات قانونية مصرية مقرونا معها ظهور قوائم جديدة للممتلكات سلمتها لهم الحكومة السودانية. قال إنها حالة دون إنهاء الأزمة كليا. الوثيقة الهامة، الشاهد أن اجتماع وزيري خارجية البلدين البروفيسور إبراهيم غندور وسامح شكري اعتمد اتفاق الطرفين لما تم إنجازه في لجنة المنافذ والمعابر ولجنة العمل القنصلي، ولكن الناظر إلى تصريحات الوزيرين في هذا الخصوص سيجد أنها خلت من الإشارة إلى أي تفصيلات حول ما تم الاتفاق عليه، كما سيلحظ أن جلسة المباحثات لم تتطرق لكثير من القضايا الثنائية، في حين أنها تناولت الشأن الإقليمي بكثير من التفصيل، ولا سيما في ليبيا، سوريا واليمن وفي دولة جنوب السودان. وكالعادة غابت أزمة حلايب عن مفاوضات لجنة التشاور السياسية بين البلدين بحجة أنها متروكة لمباحثات رئيسي البلدين المشير عمر البشير والمشير عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي أفرز العديد من التساؤلات حول جدوى تلك الاجتماعات المتصلة، طالما أنها لم تفلح في تفكيك القضايا والمشكلات الصغيرة كليا. فإلى أي مدى نجحت جولة المباحثات الثالثة في الإحاطة بأمهات القضايا؟ وهل أوفى الجانب المصري بما تعهد به في الجولات الماضية؟ وما الذي تم الاتفاق عليه بخصوص المعابر الحدودية والشأن القنصلي؟ وهل بروتوكول تطوير العمل الدبلوماسي بين البلدين الذي تم الاتفاق عليه هو أمر مهم فعلا؟ أم أنه محاولة لشراء الوقت والهروب من القضايا المهمة؟ وعلى نحو ما جرى في مقترح ميثاق الشرف الإعلامي، كل هذا وغيره سيكون محور نقاشنا في الدقائق التالية. طيب قبل ما نبدا بعز الدين نرحب بالاستاذ الصادق الرزيقي رئيس تحرير صحيفه الانتباه. مرحبا بك صادق. الله يبارك فيك ومرحبا بالاخوان المستمعين والمشاهدين ان شاء الله. طيب يوسف الجلال في تقريره بدا يعني ناسبا الى مراقبين لا يرى جديدا في محصله اجتماع اليوم. هل نستطيع ان نقول هل هناك جديد؟ ان احنا ماشيين في خطوات الى الامام، وما يقال من هذا الكلام من قبيل يعني طلب الاستعجال أو نصف الكوب الفارغ أكثر من نصف الكوب الملان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه كل ما رفعنا سقف توقعاتنا بـ
حدوث اختراقات حقيقية في هذا المنحة من خلال العلاقة السودانية والمصرية، ربما نصاب بكثير من الإحباط في إطار المخرجات، خاصة إن هناك لجان فنية متخصصة للقضايا العالقة والشائقة بين الطرفين تحتاج لخبراء ومتخصصين في هذا الجانب حتى تضع الإطار في مجاله الصحيح. وهذا حقيقة ما بدأ به تقريركم الآن اللي استمعنا عليه، لأن سقف التوقعات في القالب تقوده كثير جدا من المؤشرات قد تكون في قالبيتها لا تستند لمعلومات حقيقية ولا تستند لوقائع وحقائق على الأرض ولا على مبدأ تكوين اللجنة التشاورية نفسها التي تمخضت عن اللجنة الرئاسية، والتي من خلالها أنا في تقديري إذا رزرنا إلى الاجتماع الفائت لها في القاهرة حدث هناك تقدم ملحوظ جدا، ربما المشاهد العادي يلاحظ هذه المسألة خاصة في الجانب الإعلامي باعتبار أنه وثيقة الشرف قد تكون أخذت منحة جاد في هذا المنحة، ولعل الصوت الخفت من خلال الإسفاف اللي كان يتداول في الإعلام خاصة من الجانب المصري قد يكون الآن زال بطريقة كبيرة جدا وبطريقة ملحوظة. صحيح هناك كثير جدا من القضايا العالقة والشائكة، واتفق معك تماما عن مسألة البطء في إطار الإجراء من خلال هذه اللجان، لكن أنا في تقديري المؤشرات الواضحة جدا من هذه الجلسة اللي انتهت اليوم، أنا في تقديري بأن الاتفاق على المبادئ الأساسية في إطار جعل اللجان الفنية المتخصصة هي التي تتخذ القرارات وترفع التوصيات وترفع هذه اللجان، أفتكر أن هذا في حد ذاته هو تقدم واختراق في إطار العمل الفني الملموس. كذلك المخرجات التي حدثت في إطار اللجان القنصلية أو اللجنة المختصة بإطار العمل المعدنين كلها هي في إطار القضايا والانشغالات التي حملها وزير الخارجية في زيارته السابقة للقاهرة من خلال رد القاهرة لها، وأفتكر أنه هذه واحدة برضو من المحسنات الممكن نلتبسها في هذا الجانب. أرجع وأقول بأنه كل ما رفعنا سقف التوقعات في إطار الممكن أن يحدث ربما نصاب بكثير جدا من هذه المسائل، لكن في حد ذاتها تحتاج لكثير من التوضيحات خاصة في إطار قرارات اللجان الفنية المختصة التي توضح كثير من الأمور، ربما بعد ذلك تزيل كثير من القباشة الممكن يعلق في أذهان المشاهدين. عثمان، تقديراتك لمحصلة هذه النتائج؟ نعم، يعني أنا يعني أعتقد أنه من البداية مثل هذه الاجتماعات أصلا هي لم تكن هناك نوايا للوصول إلى حلول، بمعنى آخر الطرفان عندما يدخلا في مثل هذه الاجتماعات فقط لمحاولة الحصول على كلمة حالته مستقرة عند الأطباء. الأطباء عندما يكون هناك مريض في العناية المكثفة دائما يستخدم عبارة حالته مستقرة، يعني السوء ما زال على سوءه لكن لم يصبح أسوأ منه. الآن هم دائما بيدخلوا الاجتماعات بهذه الروح، روح أنه الحالة مستقرة، والنقاش بيظل في الإطار الدبلوماسي الفوقي الذي لا يتناول القضية. يعني حتى أترك حلايب سد النهضة، المياه، المشاكل، العلاقات الاستراتيجية كلها مجرد أدوات بتاعت معدنين الآن هي مشكلة كبرى، لدرجة أنه وزراء الخارجية مش مدراء الإدارات في داخل وزارة الخارجية، وزراء الخارجية هم لا يستطيعون أن يعملوا فيها. هناك مشكلة كبرى معلومة للطرفين هي الآن غير مخاطبة إطلاقا، ليس سهوا ولا عمدا ولا تغافلا، إنما سهوا أو تغافلا إنما عمدا ابتعد عن هذه المشكلة لاعتبارات كثيرة. الاعتبار الأول فيها أن هذه المشكلة لها أطراف أخرى ليست داخل مساحة الطرفين، وهناك محاولة لانتظار الزمن، شراء الزمن ومراقبة الأطراف الأخرى إلى أين ستمضي الاتجاهات. يعني الذي يعيق هذا الحوار أن يصل لنتائج في حاجة خارج الميدان الحقيقي، خارج الميدان الثنائي المشترك بيناتهم. القضية الأساسية يعني أنسى حلايب، حتى حلايب غيرها هي كلها هي ليست قضايا معدنين، قضايا سياسية، مشكلة أزمة الخليج، هذه كلها ليست، الإرهاب ليست مشكلة. المشكلة الأساسية هي ملف المياه. طيب. يعني طيب. ملف المياه ليس السودان ومصر هم اللاعبين الأساسيين، هناك اجتماعات ستعقد لقمة وادي النيل، هناك إجراءات أخرى تتخذ، هناك مبادرة عين تبي، هناك أشياء تجري في مكان آخر. كل طرف الآن يحاول أن يكسب الزمن، يشتري الزمن
ويراقب الأطراف الأخرى خارج الملعب ماذا ستفعل خلال هذه الفترة. فيزيقي كيف تقرأ؟ تتفق مع عثمان ولا مع عز الدين؟ أولا أنا أنظر لهذه الاجتماعات بأنها لم تناقش ولن تناقش القضايا الأساسية القضايا الأساسية خاصة في الاجتماعات في الاجتماع العام. قد يكون وراء الغرف المغلقة بين الوزيرين في اللقاء المغلق تمت مناقشة القضايا بصورة أكثر وضوحا وأكثر صراحة. لكن أزمة العلاقة السودانية المصرية الآن تكمن في أين يوجد ملف السودان في مصر. هل وزارة الخارجية المصرية بتكوين الدولة المصرية الحالية قادرة على تجاوز كل الخلافات بين البلدين، خاصة الخلافات كلها خلافات الخلافات الحقيقية خلافات أمنية في قضايا أمنية، سواء كان ملف الحلايب الذي ترك للجنة الرئاسية أو اللجنة العليا، أو ملف ليبيا لأن هناك خلاف كبير بين البلدين في ليبيا، أو حتى ملف مياه النيل أيضا لدى مصر هو ملف أمني. هذه اللقاءات الجيد فيها شيء واحد، أن هنالك آلية منتظمة كل شهر تعقد اجتماع في إحدى العاصمتين، وهذا مؤشر جيد فأن هنالك رغبة في التفاوض، رغبة في حسم هذه القضايا. لكن حسم هذه القضايا يسير ببطء كبير لأن هذه لجنة التشاور السياسي، لأنه حتى من المسمى إنها لجنة للتشاور السياسي لم تستطيع أن تتقدم إلا في القضايا التي أعلن عنها. مثلا قضية الشؤون القنصلية هي قضية إجرائية عادية، يعني كيفية الحصول على التأشيرات، تطبيق الحريات الأربع، كيفية التعاملات من هنا وهناك بين البلدين، أو قضية المعابر. هذه ليست قضية أساسية، هذه قضايا وظيفية إدارية ممكن تقوم بها الإدارات الأدنى. لكن يعني عقدة القضية السودانية المصرية لم تناقش في هذه الاجتماعات، ولن تستطيع هذه اللجنة لجنة التشاور السياسي أن تحسم هذه القضايا. الشيء الآخر أن القضايا الخلافية الأخرى، القضايا الإقليمية التي المختلف عليها، لا يمكن أن تتطابق وجهتي النظر في البلدين أبدا، ولا سيكون هنالك تنسيق في المحافل الدولية، لأنه أيضا سنأتي إليها قضية نحاول نشرحها. لكن ماذا يقول بروفيسور غندور عن لقاءات اليوم؟ لو الأخوان في الكنترول ادونا إفادة بروفيسور غندور. أرجو أن أشير ابتداء إلى أن الاجتماعات الراتبة لهذه اللجنة قد أفلحت في حل الكثير من الإشكالات، وعبرت بنا إلى مرحلة نحن ننظر إلى أنها مرضية في علاقات الشعبين والبلدين، ولازمنا نتطلع إلى المزيد. ولعلكم تذكرون عندما التقينا في أبريل الماضي كانت إشكالاتنا القنصلية كثيرة جدا، كانت هنالك إشكالات الغرامات والإقامات والمعابر وغيرها. أفلحت اجتماعات هذه اللجنة وما تلاها من اجتماعات للجنة القنصلية ولجنة المعابر في تجاوز كثير من العقبات، بل أننا تركنا كل ذلك وراء ظهرنا. بالتالي اتفقنا على الاستمرار في انعقاد لجنة التشاور السياسي المشترك بصورة دورية في البلدين كل شهر بإذن الله. ناقشنا أيضا قضية ممتلكات المعدنين السودانيين، أكد معالي الأخ الوزير سامح شكري، وسيؤكد أنا متأكد أنه سيؤكد بأن ممتلكات المعدنين السودانيين تقابلها بعض الإشكالات الإدارية التي يجري حلها الآن في إطار توجيهات ورئيس مجلس الوزراء في مصر والاتفاق الذي تم بيننا في إطار هذه اللجنة. ورسالتي لإخوان المعدنين أننا نتابع هذه القضية، لأنني كما أشرت في اللقاء أن لجنة المعدنين تتابع معنا بصورة دائمة. طيب لو نحن أخذنا كلام وزير الخارجية المصري عن قضية ممتلكات المعدنين نشاهد ونعود كذلك. من خلال توجيهات السيد الرئيس العمل على إعفاء من صدر في حقهم أحكام قضائية، وهناك اهتمام بإزالة هذه الشائبة تماما، وقد تلقينا من الجانب السوداني قائمة
بعض كان هناك بعض لبس نتعامل مع الأمر من النواحي الإجرائية، فتثق تماما بأننا سوف نصل إلى حل هذه القضية بشكل كامل وفقا للتشاور المستمر وتحديد الحقوق وأيضا مراعاة الاعتبارات القانونية والإجرائية، وأنها سوف يتم الانتهاء منها في أقرب فرصة. فالمؤسسات في مصر تنفذ التوجيهات القيادة السياسية وتعمل على أن يكون هذا التنفيذ تنفيذ كامل، تنفيذ منتظم ويلبي الطلبات السودانية في الإطار الإجرائي والقانوني الواجب. طيب، يعني ده طبعا موقف لا يشبه التصريح السابق في قضية المعدنين. يعني زي ما قال عثمان، إذا هيك دي قضية صغيرة الناس بيقيسوا بيها، فترويت إنه الناس قدرة البلدين على إنه يتجاوز الإشكاليات، هذه القضية تعقدت مش انتهينا من القضية الأولى وتاني ظهرت لنا معها قضايا تانية. يعني للتذكير، هل أخوانا في الكنترول كلام السيد وزير الخارجية المصري في الزيارة السابقة؟ أنا عايز أتكلم على المعدنين في الحقيقة، وهذه الأدوات متواجدة في منفذ أرجين منذ أكثر من شهر ونص، حاضرة لاستلام الجانب السوداني عندما يجد الظروف الملائمة والمناسبة لاستلامها. منذ شهر ونص وهي في المنفذ استعدادا لتسليمها في الوقت الذي يراه الجانب السوداني مناسب. طيب، إذا كانت هي جاهزة من شهر ونص، دي بنتكلم عن الزيارة الأخيرة تفتكر كانت في أبريل 2017، الآن بنتكلم عن أغسطس، يعني شهور، وهي قبلها بشهر ونص. لكن من هنا أربط وأرجع لعز الدين، كلام عثمان وكلام صادق بيقول إنه الملف بتاع السودان ما موجود في موضعه، ما موجود في الخارجية، موضوع في جهاز المخابرات المصري، وبالتالي حتى وزير الخارجية كلامه ده ممكن ما ينفذ لأنه ما عنده سبيل لتنفيذه. وكلام الأستاذ عثمان كذلك أنه عقدة القضايا بتاعتنا هي ليست هذه القضايا الراهنة، القضية هي قضية المياه، فكأنا نعرض خارج الحلبة مثل هذا الكلام. تعليقك. أنا أعتقد أنه هذه الأمور ما ممكن أن تؤخذ بسطحية أو بعفوية، باعتبار أن القضايا هي قضايا متجددة، يمكن أن تحدث اليوم قضية ويمكن أن تحدث قدم قضية ويمكن يكون في الماضي هناك قضية عالقة. لكن أنا في تقديري الكلام الذي يجب أن يقال في هذا الجانب من خلال تحديد اختصاصات لجنة التشاور في ماذا تريد أن تنفذ قرارات أو في ماذا أن تريد أن تحل من مشاكل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنه يعني أمشي في إطار الأخ الرزيقي بأنه فعلا هناك إشكالية في إطار ملف السودان في الحكومة المصرية. ملف السودان هو موجود في المخابرات المصرية، وهذه واحدة من الإشكالات الأساسية، ولعلها أكبر دليل على هذه المسألة هي قضية المعدنين والمعدل والتقرير اللي أنتوا عرضتوه الآن. أنا أفتكر أنه النقطة الثالثة التي نحتاج برضو أن نقول فيها أنه هناك مسارين لهذه القضية، في مسار في إطار التشابك الإقليمي والدولي كما تفضل الأخ عثمان، وهذه قضايا لها فنيين كما ذكرت في بداية حديثي بأن هناك جهات متخصصة فنية تتابع هذه المسائل. أما القضايا العالقة في إطار الحساسيات التي تشوب ما بين الجارين في إطار هذه المسألة، خاصة في إطار لجنة التشاور، ربما يكون المثال الحي فيها قضية المعدنين والتي لم تبارح مكانها، وقضية الإعلام التي أشرنا إليها في بداية الحديث بأن هناك ربما يكون تحسن كبير جدا في 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 الجانب الذي يلي فيها. أقول بكل صدق وبكل وضوح بأن البطء الذي يشوب هذه القضايا التي تمس حياة المواطن السوداني يومية، الذي يتحدث فيها عن كيانه وعن أرضه وعن معدنينه وعن مواطن السوداني التي يهان في الحدود ما في 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 بعض الجوانب، هذه هي القضايا التي يجب أن يحدث فيها اختراق حقيقي، وهذه هي القضايا التي يجب أن يكون فيها هناك تسلسل واضح جدا في إطار التعامل معها، ليس الرجوع إلى الخلف كما حدث في قضية المعدنين. لكن هذه تحتاج أيضا إلى توضيحات من جانب اللجان الفنية التي أشار إليها وزير الخارجية في كيفية توضيح هذه المسائل وكيفية الولوية، حتى لا تكون القضية مرة تكون هي قضية إدارية في إطار الحدود ولم يستلمها أحد، ومرة تكون قضية قانونية بأن هناك إجراءات قانونية في هذه الجانب وما شبه ذلك. عثمان، يعني الرزيق بيفتكر أنه الملف أمني، أنت تفتكر القضية الملف ما موجود في موضعه،
وبالتالي هنالك عقده في انه الناس يمشي لقدام. انت بتتكلم عن انه الموضوع ده كله في المويه هناك، الناس بيعاينوا هناك يعني. هنقدر نقارب بين الاجابتين؟ نقدر نقول انه في صله؟ نعم، يعني هو ملف امني دي يعني في اي بلدين مجاورين لابد ان يكون هناك ملف امني، لانه الامن المشترك ده بوجود التجاور والحدود السياسيه المشتركه تتطلب هناك ملف امني الان بين المكسيك وبين الولايات المتحده وبين الولايات المتحده وكندا، لانه هناك تدوع هناك نوع من التداخل. الان ملف الامني ليس مشكله، لكن المشكله لا في ملف امني انه العلاقه كلها. طيب انا ما عايز، انا ما عايز اوجهك للنقطه دي. انا يعني مش احترط على كلامك، انا عايز اقول انه العلاقه السياسيه غايبه لغياب النظره الاستراتيجيه. النظره الاستراتيجيه ما هي النظره الاستراتيجيه؟ وانا اقول لك دي انا اراها بوضوح من خلال سياق الاخبار اللي ذكرت ومن سياق وجهه النظر اللي تفضلت بها الاخ عز الدين، لانه في يعني اي علاقه مشتركة بين دولتين فيها البعد الاستراتيجي. ما هو البعد الاستراتيجي المطلوب من العلاقة؟ يعني أقرب لي أنا أديك مثال، خليني أستخدم الأنالوجي التشبيه. يعني اثنين بيحبوا بعض قاعدين في حديقة في شارع النيل، بيحبوا بعض، بيناقشوا مشاكلهم، الفلس وأنه يركب الركشة ولا يرجع البيت ولا يمشي، ده التكتيك اللي داير هسه حاليا. لكن هم قاعدين بافتراض مستقبلي، بينظروا بيشوفوا أسرة وبيشوفوا بعد الأسرة بيت وبتاع مشاكل أخرى مختلفة هي الآن ما حاضر بيناتهم. ده الوضع بين السودان ومصر. الذي يبحث الآن هو مشكلة اثنين قاعدين على شارع النيل، المشاكل اليومية، المعدنين غير المعدنين. ما هو المطلوب أصلا من مصر والسودان؟ مطلوب منهم إيه؟ هل مطلوب منهم حل مشاكلهم باعتبار أنه دائما هي المشاكل هي الصناعة، ولا مطلوب أنه صناعة المصالح المشتركة باعتبار أنه أقوى مصالح مشتركة الآن توجد بين الطرفين بين الدولتين المتجاورات؟ هذا الملف، ملف المصالح المشتركة غايب. أنا ما بتكلم في الحالة دي على البعد الأمني، إنما لغياب البعد السياسي. ما البعد الأمني أدل ضبط أمن، يعني ما مهمتهم يشتغلوا الشغل الأمني، ناس الجيش مهمتهم يشتغلوا الشغل العسكري. وين السياسيين؟ السياسيين قاعدين يحلوا في مشكلة المعدنين، مشكلتهم معدنين. إذن هنا المشكلة الأساسية، وين النظرة الاستراتيجية؟ يعني أنت أربع اجتماعات أو كل الاجتماعات اللي شفناها دي، ثلاثة اجتماعات، بنشوف سامح شكري وبنشوف غندور. هل بترى أي شبه أو شكل هناك لخبراء متخصصين في مجالات استراتيجية تتعلق بين البلدين موجودين في هذا الإطار؟ ما بيظهروا لسبب واحد، لأنه الملف ده غير مطروق. طيب إلى أي مدى سيظل هذا الملف مفتوح؟ ده السؤال الاثنين هما ما يقدروا يجيبوا عليه في الوقت الراهن لسبب واحد بسيط، هو أنه هذا الملف فيه أطراف أخرى. الطرف الأول الأساسي الآن الموجود في حاضر في العلاقات المشتركة بين البلدين هو إثيوبيا. المعادلة الموجودة بين السودان ومصر مربوطة بعلاقة السودان، مثلا السودان من زاوية بإثيوبيا، علاقة السودان بدول حوض وادي النيل. هذه الإجراءات كان ممكن الطرفين أو الأطراف الثلاثة يتخذوا فيها موقف واحد بحيث أنه خلاص القضية الاستراتيجية بينهم محلولة ويمشوا للأمام. لكن هناك انتظار، حالة انتظار، كل الأطراف الثلاثة في حالة انتظار لتاريخ معين أنه الزمن يمشي في انتظار. الوحيد الآن المتضرر من الزمن هو مصر، لأنه مصر عايزة تثبت الوضع كما هو. أما الآخرين هم عارفين في أمر واقع بيستمر وكل يوم بيتغير هذا الأمر الواقع، هم كلهم في انتظار أنه الأمر الواقع يصبح واقع بصورة نهائية. طيب. لذلك لن تطرق القضايا الاستراتيجية ويظل المشكلة مشكلة معدنين في الزيارة الثالثة والرابعة والخامسة ومشاكل أخرى، لكن على الإطلاق البعد الاستراتيجي حيكون غايب. وافق عثمان؟ طبعا أنا وافق عثمان، لكن أنا برغم ذلك أرى بصيص أمل ضئيل. يعني يعني أعلن أن وزير الدفاع سيزور مصر، كذلك هنالك حديث عن أن رئيس الوزراء سيزور مصر. أنا أعتقد إذا زار رئيس الوزراء وزار وزير الدفاع مصر ستناقش القضايا الحقيقية. وزير الدفاع يمكن أن يناقش وجود المعارضة السودانية المسلحة في مصر، مصر تستضيف هذه المعارضة، هنالك اتهامات سبقت من السودان، هنالك ملف كامل سلم في زيارة وزير خارجية السوداني للقاهرة وسلم للرئيس المصري، هنالك ملف ليبيا، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بتورط مصر في النزاع في جنوب السودان. هذا ملف يمكن أن يناقش في زيارة وزير الدفاع، يمكن أن يحسم. القضايا الاستراتيجية التي أشار لها الأخ عثمان وهي متروكة
اللجنة العليا برئاسة الرئيسين، بعضا منها يمكن أن نناقش في زيارة رئيس الوزراء، لأن أعتقد أن هنالك مشكلات حقيقية يجب أن يرتفع مستوى النقاش حولها. في قضية مياه النيل، بالفعل مصر أخطأت خطأ فادحا في الفترة الماضية أنها لم تستمع لوجهة النظر السودانية حول قضايا مياه النيل في كل دول الحوض بالإضافة إلى سد النهضة، لكن هنالك تفاهم نسبي موجود في هذا الملف، في ملف مياه النيل، وأنا أعتقد أن رأي الخبراء ضروري في هذا الجانب. لكن هذا يقودنا إلى 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 ما ذهبنا إليه في النقطة الأولى، أن هذا الملف، ملف مياه النيل، لدى المصريين ليس لدى الفنيين المصريين، وهذه هي المشكلة التي جعلت ملف مياه النيل لا يتقدم في مصر، لأن ملف مياه النيل الآن لدى المخابرات المصرية أيضا. لكن أنا أعتقد الروح الموجودة الآن في لجنة التشاور السياسي، إذا كانت هنالك إرادة سياسية من الجانب المصري، يمكن لهذه القضايا أن ترتفع شيئا فشيئا من الصغائر التي يتم نقاشها الآن. لكن عموما أنا أعتقد لا تزال القضايا الكبرى تحت الطاولة، لم تضع على الطاولة بعد. طيب الأستاذ عز الدين أبو جمال، يعني بين الرؤى المختلفة دي بنمشي ونصوب أيضا لقضية رئيسية، إنه القضايا الإقليمية في المنطقة في خلاف تباين بين السودان ومصر فيها، ربما يكون هذا واحد من المعكرات، من الجارة ليبيا، من جنوب السودان، ضيف لها الملف بتاع مياه النيل وغيرها من الملفات. تعليقكم؟ أنا حقيقة قبل ما أخش في إطار التعليق عن هذه المسألة، أفتكر أنه قد أختلف مع الأستاذ عثمان في إطار القضايا الاستراتيجية، ولعله لقد لا يفوت لفاطنة المستمع بأنه حتى القضايا المشاهد، حتى القضايا الأمنية هي قضايا استراتيجية تناقش في إطار هذا المفهوم وهذا المبدأ. المياه هي قضايا استراتيجية، وكلها في إطار لجنة التشاور، هي تطرح بصور مختلفة ولها مختصين يقوموا بهذا الجانب، ولعل الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاثة أثيوبيا والسودان الذي وقع في الخرطوم أكبر دليل على هذه المسألة، وهي الآن في إطار الإعداد لهذه الملفات بقبل المختصين والفنيين، باعتبار أنها قضية استراتيجية تهم الأطراف، تهم مصر والسودان بصفة أساسية. بالنسبة للقضايا الإقليمية التي قد تكون هي جزء من التداخل في هذه القضية المهمة، لعل التخوف من الجانب المصري والتخوف من الجانب السوداني هو مشروع، باعتبار أنه كل ما يمس أمن البلد هو أمر مشروع أن تكون جزء من انشغالات الحكومات في كل البلدان. لكن نحن في السودان حقيقة نحتاج أن نقف وقف حقيقية في إطار التعامل. إذا تحدثنا عن قضية ليبيا، ووجود قضية نأخذ ليبيا، شنو التعقيدات؟ نعم. إذا تحدثنا عن ليبيا، نحن تعاملنا على مستوى الخارجي مع كل البلدان في كل المنطقة في كل العالم، لا نتدخل في شؤون الآخرين، لكن يجب، هناك تخوف واضح جدا أن نحن تآزينا من النظام السابق في ليبيا، ولعل قضايا دارفور في مجملها كانت تدار من النظام السابق في ليبيا. هذا التخوف ظل مستمرا حتى الآن الكل يعلم بأن حفتر يحتضن في جنباته في قواته كثير جدا من الحركات المتمردة في دارفور، وهذه تجد عناية ورعاية من جانب الحكومة المصرية بصورة واضحة بصورة علانية، وهذا تخوف مشروع بالنسبة لنا نتحدث فيه بكل وضوح على الجانب المصري في هذا الجانب. أيضا التدخلات والتشعبات الكثيرة في التدخل في الشأن الليبي، ربما تكون هناك من لديه المصلحة فأن يظل حال ليبيا بهذا الشتات وبهذا التفرق، ربما تكون مصالح اقتصادية، ربما تكون مصالح أمنية في إطار بيع السلاح، في إطار غيرها، في إطار التجارة بالبشر، وهذه قضايا مرهقة وقضايا شائكة وصعبة لكثير جدا من الحكومات في المنطقة بما فيها السودان. لعلنا نحن قد نكون أكثر متأزمين من هذه المسألة باعتبار أنها دولة معبر لهذه الإشكالات التي تهم البلد. في اعتقادي بأنه الليبيين هم أدرى بمن يحكمون، وهم أدرى بمن يمثلهم في مستقبل أيام من غير ما يكون هناك أي تدخلات من الخارج، وهذه سياستنا نحن حتى على مستوى حزب المؤتمر الوطني في تعاملنا مع كل البلدان التي نتعامل معها. لكن يظل تخوفنا مشروعا من خلال تواجد حركات المسلحة في دارفور في ليبيا واحتضان حفتر لها، ويظل تخوفنا مستمر ومشروع في إطار التعامل الحكومة المصرية مع حفتر في هذا الجانب ومده بالسلاح وغيره، ولعل الحادثة الأخيرة في دارفور أكبر شاهد على هذه المسألة. طرد الدبلوماسيين السودانيين. نعم. نعم عثمان.
يعني يصبح مثلا الميدان الليبي واحدة من التجاذبات والتقاطعات بدل من التفاهم والرؤية المشتركة. نعم، لكن ما أنا بنظر لدي بدرجة أقل من أهمية لسبب واحد، ما لأنه دي أزمة طارئة عابرة. يعني الميدان الليبي هو أزمة طارئة، إذا أخذت مثلا بعد بتاع المعارضة المسلحة السودانية هي مؤكد حيوقع اتفاق سلام في يوم من الأيام قريبا أو بعيدا وينتهي تنتهي المشكلة، بمعنى أنها هي ليست مشكلة مزمنة غير مقدور عليها وستنتهي. الملف الليبي أصلا في كل الأحوال ملف عابر وسيعبر. يظل السؤال، المشكلة الحقيقية الموجودة الآن مثلا بين السودان ومصر، ما هو الجزء الثابت فيها الذي يجب أن يعامل بصورة استراتيجية بحيث أن نستطيع أن المياه؟ أنا بديك غير المياه، إذا افترضنا نحن الدول الثلاث، أنا السودان ومصر وإثيوبيا، أو نعكسهم إذا زعلانين بديك أنت مصر، أعطي كل واحد ورقة ولو أكتب الهم القومي الأمن الهم الأول الاستراتيجي الأول الأمن القومي بتاعك اللي أنت خايف منه من الاثنين التانين، ما هي ده الوضع الحاضر، ماذا تخشى مصر من السودان وماذا يخشى السودان من مصر وماذا يخشى السودان وإثيوبيا من بعض، ما هي مخاوف كل طرف من الآخر عشان نقدر نخاطبها بصورة مباشرة. من المؤكد لمصر ولإثيوبيا مخاوف كما ذكر الأخ عز الدين، هي مخاوف مشروعة تتعلق باهتماماتهم الاستراتيجية مستقبلهم كبلاد عندهم مشاكل كبيرة. إثيوبيا ومصر ونيجيريا أعلى ثلاث دول من الكثافة السكانية في أفريقيا، مع بعضهم الثلاثة يساوي تقريبا نصف القارة الأفريقية، يعني عندهم مشكلة حقيقية هم مشتركين فيها. لو لاحظت وجيت جردت السودان، تلك السودان ما عنده على الإطلاق هم هنا ولا هم هنا، بل بالعكس بنظرة استراتيجية قوية هو الذي يملك مفاتيح القوة. ليه؟ لأنه هو اللي يملك المعادلة بتاعت الاثنين، يربط المعادلة بتاعتهم، بل ويملك معادلة ربط الإقليم كله مع بعضه، يقدر يبني استراتيجيته على هذا الوضع ويبتدي يحسب حساباته. مصر الورقة، أكشف الورقة عشان أشوف همك القومي، حيقول لك المياه. طيب أوكي قلت أنا السودان أضمن لك المياه دي، شيل همك ده نهائي، بس أنت وريني من جانبك مقابل الضمان في شنو؟ زي الكلام اللي قاله ترامب للخليج أنه عشان نضمن نحرسكم يجب أن تدفعوا. نحن نضمن المياه، مصر هبة النيل ستظل هبة النيل إلى يوم القيامة، مقابلة ما الذي يمكن أن يحدث في السودان؟ أوراقنا نحن المقابلة كيف؟ نفس الوضع يكون مع إثيوبيا. بهذه العلاقة اللي هي مخاطبة قضايا الأمن القومي التي تؤرق أو تشكل هاجس لكل واحد بصورة مباشرة وتوضح بالضبط ماذا يمكن أن تعطي مقابل ماذا يمكن أن تأخذ من الطرف الآخر، هي تحل المشكلة بصورة كاملة. لكن تظل مصر بتنظر باعتبار أنه والله يا قضية المياه دي ما أنا عندي وضع معين حق مكتسب اتفاقية مياه النيل يجب أن لا يلمس، وبعد كده أنتوا أنظروا كيف تتصرفوا، أسهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. دي استراتيجية ما بتحل مشكلة، ما في نهاية الطرفين ديل مهما كان في متغيرات كثيرة جدا بتخليهم أنه لازم يراجعوا الملف بتاع المياه. فإذا لن نصل لحل بالتمسك بالموقف المصري القديم مقابل المتغيرات الكثيرة اللي هنا. المتغيرات اللي عند إثيوبيا بتجعل السودان هو المستفيد الأول من متغيرات إثيوبيا، باعتبار أنه الملف المياه الآن الورق الأقوى في السودان وليس في إثيوبيا ولا مصر. طيب برزيقي تحليل، يعني إحنا أنا كنت داري أخذ القضايا دي، القضايا كان ليبيا كان جنوب السودان كان المنطقة العربية كان غير من القضايا باعتبارها هي جزء من المرض، لكن واضح أن عثمان داري خلاها عرض، يعني أنه المرض كامل في منطقة أخرى. يعني رأيك ونحن في خواتيم الحلقة. طيب أنا رأيي أنه مصر عندها رؤية استراتيجية للسودان، ورؤية قديمة، يعني مش جديدة ولا مع النظام الحالي. ومصر دائما في كل الأنظمة المصرية بتعتقد أنه الخطر الجاي لمصر جاي من الجنوب. مصر الآن متصالحة مع الشرق مع إسرائيل، ما عندها مشكلة مع إسرائيل. مصر الآن شرق ليبيا كله حليف ليها، شمال البحر الأبيض المتوسط ما عندها فيه حاجة. مصر كلها تاريخيا تنظر للسودان نظرة العدو، إما أن يكون السودان تابع لمصر أو يكون السودان عدو مستمر لمصر تزعى لإضعافه. مصر الآن في مرحلة إضعاف السودان، هذه الاستراتيجية المصرية الحقيقية إضعاف السودان. وبعدين معروف في العلاقات الدولية أي دولة ما بتحب جارتها تكون قوية ومستقرة، دي نظرية معروفة في السياسة والعلاقات الدولية. الآن يعني كل الملفات حولنا
تورط مصر في ليبيا واحد من أهدافه تسهيل مهمة حفتر والدخول إلى مناطق السودان وإلى إحداث البلبل في السودان عن طريق حفتر. تدخل مصر في جنوب السودان ليس لنصرة سلفا كير، ولكن المقصود هو صناعة هذه الحريق حتى يمتد إلى السودان، وهناك طبعا أهداف متعلقة بإثيوبيا. فأنا لذلك أقول أن هذا الملف يحتاج إلى الملف المصري كله يعني والسوداني يحتاج أن يحسم في إطار أكبر، في إطار اللجنة العليا وحتى اللجنة العليا. أنا أعتقد في هذه الأجواء في هذه الظروف من الصعب جدا أن تحسم هذه القضايا. طيب. بالإضافة إلى ذلك أنا أعتقد أن مصر لديها مطلوبات عاجلة وليست آجلة الآن في السودان، وليعلم الناس أن وزير الخارجية المصري أكثر من مرة ناقش قضية المنتجات المصرية ودخولها إلى السودان، وأنا أعتقد هذه من الملفات المهمة التي نوقشت اليوم في الاجتماعات المغلقة، لأن هناك ضغوط كبيرة على الحكومة المصرية، لأن السودان كان يستورد بما يقارب الـ 2 مليار دولار منتجات مصرية. هذا الملف دخل إلى هذه اللجنة ويطرح بقوة، برغم أن اللجنة من الجانب السوداني رأي أن هذا ملف فني في وزارة التجارة، في وزارة الزراعة، في وزارة الصحة وغيرها، لكن عموما أنا أعتقد أن العلاقة السودانية المصرية لن تستقر على حال ولن يكون هنالك تواصل دائم كما نشتهي. في موضوع أخير أنا دار أشير له ما يتعلق بالإعلام، أنا ما حضرت النقاش. أنا النقاش بدأ بك يا أخي، ما أنت حاضر النقاش كله. لا بالإعلام أنا ما حضرت. لا لا أنا حديكم فرصة تختموا يعني. ما أنا صادق أنا حديكم صحيح كلمة، لأنه أنا الكلمة دي بتغزني كثير، بسمع كثير يقول لك حاجة أنه مصر تريد السودان دائما ضعيف. يا أخي مصر دي أنا شخصيا تخرجت من المدارس الجامعات المصرية، لما نحن كنا في مصر 23,000 طالب جامعي، جامعة خرطوم كل التعليم العام في السودان يساوي أقل من 5,000 تقريبا. كيف إنسان أو دولة وهبتك كل هذا التعليم وتعلمت أجيالك دولة وعندها جامعة كاملة هنا جامعة القاهرة والخرطوم وهي عايزة تضعفك؟ طيب. التعليم ده مصدر قوة الأمة، تبذل كل يعني هذا التعليم أصلاً بقلاء تفسير يعني. لا ما أصلاً بقلاء تفسير يعني إنه مصر ده تعمل لها نخبة نخبة مصرية. طيب خلونا نختم نديكم فرصة في الختام على ضوء هذه الوقائع القدامنا، هذه التشابكات والتعقيدات اللي يعني نحاول نمسك في خيطنا نبدأ منه يعني أو نقول فيه نور، يعني كيف يمكن لمستقبل العلاقات السودانية المصرية مع تأكيدنا الكبير على أهميتها يعني وتأكيدنا الكبير على ضرورتها، كيف يمكن لها أن تتجاوز هذه المحطة؟ أنا أعتقد حقيقة يعني. الشعوب هي أدرى بمصالحها مع جاراتها، وتظل الشعوب هي العاصمة الأول والأخير لكل علاقات ما بين البلدان. الحكومات تأتي وتذهب، وتظل الشعوب قائمة بسلطة وعلاقات. الحكومات أنها تعمل حاجاتي ليس بهذا الجانب، لكن أنا في تقديري أنه لابد أن يكون هناك في وعي واضح جدا بأنه هناك أيادي خفية في المنطقة تعبس في هذه العلاقات منذ الأزل. وهذه مسألة بالنسبة لكل القارئ على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاستراتيجي حتى، بأن هذه القضايا هناك أطراف لا تريد الاستقرار لها. طيب. تلعب بها. طيب. وهي يعني ما تفضل به أستاذ عثمان عن أن هي مسائل عارضة، هذه المسائل العارضة هي تفتعل من خلال تأجيج صراع سواء عبر الإعلام سواء عبر بعض الجهات. طيب. سواء بعض المؤسسات. طيب. حتى المؤسسات الحكومية في هذه البلدان تكون لها دور في. طيب. هذا الجانب. يلا عثمان إجابة رشيقة كذلك. هي خروج الحكومات من العلاقة المشتركة، هي تصبح المصالح الشعبية المباشرة بين الأطراف هي المحك. لتكون هناك علاقات مباشرة بين الأطراف يجب أن تكون هناك علاقة مؤسسية بين المؤسسات هنا وهناك، لكن ليس بين الحكومات، لأنه هي اسمها لجنة تشاور سياسي كان مكتوبة لجنة تشاور سياسي. المطلوب علاقات أخرى غير العلاقات السياسية، لأن علاقات سياسية علاقات تطلع وتهبط وتطلع حسب ظروف السياسة. لذلك يجب أن تختفي الحكومات من الملف المشترك بين البلدين لتعيش الشعوب يعني وتتمتع بثمار العلاقات المشتركة. يعني الحل يكمن في ما قيل في السابق، يعني في السابق طرحت أفكار كثيرة كانت في التكامل، وقبلها كانت في الجمهوريات الثلاث السودان وليبيا ومصر، وكثير من الأفكار طرحت حول وحدة وادي النيل والتعاون في وادي النيل. هنالك أسس يمكن أن تقوم عليها هذه العلاقة، لكن العلاقة إن لم تكن ندية ومتكافئة من الطرفين فلا يمكن أن تحل هذه القضية. أنا في ختام حديث دار أشير لما ما يقال في لجنة التشاور السياسي وهو غير صحيح بالمرة حول ميثاق شرف إعلامي. لم يطرح البتة ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، وما يقال غير صحيح. وأنا هنا بتحدث برضو كرئيس للاتحاد العام للصحفيين السودانيين إنه
ان احنا قبل فتره ترغينا اتصال من النغابه المصريه انه عايزين نجي نجلس ونتعاون مع بعض. ان احنا رحبنا بهذه الخطوه، لكن قلنا لهم انه مشكله الاعلام المصري ما متعلق بالصحافه المقروءه، لان النغابه المصريه نغابه للصحافه الورقيه، يعني وسائل الاعلام المصريه التلفزيونات والاذاعات كلها خارج هذا الميثاق الموقع. فانا رايي انه اذا وقع ميثاق مع الصحافه الورقيه ما عنده قيمه يعني كبيره بالنسبه لنا في الحمله الاعلاميه المصريه شيء ضد السودان. واعتقد ان لم تكن هنالك التزام المجلس الاعلى للاعلام في مصر المكون حديثا والتزام صارم وتسنيد مش مواثيق الشرف الصعب قدره الدوله المصريه على لجم الاعلام كما فعلت من قبل، فانا اعتقد لن تتوقف الحملات المصريه ولن يكون هنالك ميثاق للشرف. شكرا للاستاذ عثمان مرغني، الاستاذ الصادق الرزاقي، الاستاذ عز الدين احمد ابو جمال، شكرا لكم على هذه الافادات المهمه في تحليل الواقع الراهن للعلاقات السودانيه المصريه. الفقره التاليه من وصل صوتك من درمان الثوره الحاره 41، نسمع شكاوى اهل الحي هناك ونعود.